حياكم الله مجددا في أهلا. حقق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني بعد أن كسب الهلال بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري لاعبون بلا حدود. شرعت صحة مكة المكرمة بتنفيذ المسح المجتمعي الذي أقرته وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث يعد المسح من ضمن الخطوات الهادفة إلى محاصرة مواطن الوباء في الأحياء التي تسجل أعلى نسبة إصابات وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل أوسع.